في تصوير الفوتوغرافي، هو مصور فوتوغرافي محترف ماكرو أو مايكرو، وحصل على 4 ألقاب عالمية في هذا المجال، وهو عضو في منظمة الاتحاد الدولي للتصوير FIAP، وكذلك عضو في منظمة الجمعية الأمريكية للتصوير الدولي PSA، وكذلك عضو في منظمة اتحاد المصورين الدوليين GPU، وكذلك عضو في نادي النظرة الجديدة في السعودية NVBC. وخلينا في البداية نرحب بضيفنا اللي هو بينضم معنا من جازان، رياض حمزي. أول حاجة يسعد مساك ويا هلا وسهلا فيك، وسعيدين جدا من انضمامك معنا اليوم. يسعد مساك، حياك الله. يا أهلا فيك. بداية رياض، كلمنا أكثر عن تصوير المايكرو. المايكرو هو نوع من أنواع التصوير، يختص تصوير الأشياء والأجسام بإظهار تفاصيلها أيا كان. الماكرو يعني عالم كبير، فقط حشرات يعني، ممكن تكون قطرات، ممكن ورود، ممكن تكون أحجار، ممكن، لكن أنا متخصص في الحشرات بشكل خاص يعني. طيب دائما يجينا فضول إحنا نعرف أكثر، إيش اللي خلاك أنت تتخصص في مجال الحشرات والديدان عن أي مجال ثاني؟ والله أنا جربت كثير من أنواع التصوير، لأن استقريت في هذا النوع من التصوير. يعني لما تصور وتشوف أشياء وكائنات وأشكال غريبة، سواء بالأشكال بالأحجام بألوانها، يجيك حب التطفل إنك تشوف أكثر وأكثر من التفاصيل، وهذا الشيء يجعلك تصور أكثر وأكثر إلى أن خلاص صار مثل الشغف يعني. يعني تقدر تقول إنه في البداية بدأ بفضول. طيب أكيد يعني نعم. التصوير له شروط، سواء كان تصوير مايكرو أو بورتري أو أي إن كان، إيش شروط نجاح صورة المايكرو؟ عدة أشياء نجاح المايكرو، يعني مثلا قد تكون زوايا تصوير، نوع الحشرة، كادر موضوع الحشرة، الأكشن الموجود في الحشرة، إيش الموضوع اللي صورته، أشياء كثيرة يعني، مجالات كثيرة يعني، ألوان الصورة، نوعية الحشرة هل هي نادرة أم لا، هذه الأشياء كلها تفرق يعني. طيب رياض، والله أنا جاني فضول الآن، يعني أعرف هل أنت لما تجي بتصور أنه أنت تأخذ يعني تعمل بحوث بتعرف عن كل حشرة أنت بتصور فيها، أو بيكون فجأة يعني فقط يعني هو فضول في مكان معين أنت شفت حشرة مختلفة فأنت بتقوم بتصويرها وبعدين بتقرأ عنها؟ نعم، أنا أقوم بتصويرها وبعدين أقرأ عنها، أبحث عنها في أكثر من موقع، كمان في كتب، أستفسر عند بعض الزملاء والمختصين في هذا المجال، سواء من أساتذة من دكاترة، لأجل صحح المعلومة، عشان أطرح المعلومة بشكل صحيح للناس. طيب رياض، حنستعرض معك بعض الصور، يا ريت تكلمنا عن كل صورة شوية. أوكي. طبعاً أول صورة اللي هي الصراحة ما أعرف إيش اسمها هذه الحشرة، يعني حشرات مختلفة رياض بأنواع وأشكال، يعني لها جماليات مختلفة، كيف ممكن أنت يعني تحكي لنا أكثر عن هذه الحشرات؟ طيب رياض، أي معك رياض، إحنا الآن مثلاً أي تفضل. مثلاً على حسب النوع، مثلاً الحشرة الأولى اللي هي النوع من أنواع العناكب، يقوم بافتراس فريسة، دائماً الافتراس أكثر وقت الافتراس في فترة الصباحية، أول ما يبدأ اليوم الجديد يكون وقت الافتراس، وقت التزاوج، في أوقات الأكشن، فهذه اللحظات مهمة لأي مصور ما. يعني هذا الوقت اللي أنت بتطلع فيه للتصوير. طيب رياض، نعم، كيف كانت بدايتك في التصوير؟ يعني هل كان شغف من صغرك، أو أنه فجأة بدأت في مجال التصوير، خصوصاً يعني أنه هذا النوع من التصوير، يعني هل كان فضول من صغرك أو يعني بس شغف؟ والله التصوير بشكل عام شغف بصراحة، لكن هذا كان تجربة، نوع من أنواع التصوير، جربت كثير أنواع، إلا أنه وصلت ما جربته شفت أنه عالم عجيب، عالم جميل، عالم يعني عالم صغير يعيش بيننا حوالينا وما نشوفه بهذا الشكل، هذا الشيء اللي يعني حب الفضول يعني.
جميل جدا. دائما احنا بنشوف الاشياء من نظره المصورين، ولكن دائما كل المصور مؤثر او شخص بيقتدي فيه، شخص انه هو بياثر فيه، مين اللي اثر في رياض؟ والله صديق لي صراحه من السعوديه اسمه مفيد ابو شلوى، صراحه ما شاء الله تبارك الله هو قدوتي صراحه. هو مصور مايكرو؟ نعم مصور مايكرو من الاحسن من القطيف. نعم. طيب هل لو احنا اعطينا لرياض كاميرات مختلفه قلنا له انه صور لنا بورتريه او صور لنا او عدسات مختلفه، هل هو ممكن يصور او هو فقط متخصص في هذا المجال؟ ممكن نصور بعض، لكن مستحيل انك تتقن مثل التخصص، مستحيل هذا التخصص، لانه خلاص قصرت على معدات، على اشياء درست، ثقفت يعني لك سنين خلاص ابتعدت عن هذاك المجال، فمستحيل كل شخص وتخصصه. طيب رياض صراحة أنا جاني فضول، يعني حابة أني أسألك سؤال، يعني صراحة هو غريب أنك أنت بتحب تصور الحشرات، ويعني هذا شيء حلو بالعكس، لكن هل بتلاقي هذه الحشرات بسهولة، بالذات الحشرات النادرة زي ما بتقول، فهل صعب أنك أنت تلاقي هذه الحشرات عشان تصورها؟ والله لأنك أنت تتعامل مع عالم غريب، يعني مستحيل أنك تلقى الشيء اللي تتخيله، انت تروح المكان المناسب، انت تحدد المكان، تحدد الزمان، الجو، يعني تحاول تسعى تشوف الحشره ايش البيئه اللي تعيش فيها، تحاول انك تروح، سواء ممكن تلقاها ممكن ما تلقاها، ممكن تلقى نوع ثاني، ممكن تلقى مواضيع ثانيه، لكن من المحتمل تلقى 50% ممكن تلقاها، لانك انت محدد، اذا كنت محدد البيئه المناسبه والمكان المناسب ورحت تخصصت لهذا الشيء ممكن تلقاها. طيب ما تروح الا بالبحث المستمر. جميل. طيب رياض دائما احنا بنشوف صور المصورين حق الناشونال جيوغرافيك هم الصعوبات اللي بيسووها عشان بيصوروا الحيوانات، فكيف لو كانت هذه الحشرات اللي ممكن هي تطير منك، ممكن هي تختفي، ايش هي الصعوبات اللي دائما بتواجهك؟ والله الصعوبات اللي هي الحشرات في بعض انواع كثيره، في بعضها ممكن تكون عدائيه، بعضها ممكن تكون خجوله، يعني تجي تصورها تتخبى ورا شيء، ورا غصن، ورا اي شيء، في بعضها تكون حذره جدا من بعيد، في بعضها تكون هاديه، كمان عوامل البيئه المحيطه، سواء ممكن يكون في هواء كبير، يعني مثلا حركة الاشجار، حركة الاغصان، غبار، كثافه الشجر اللي حواليه ممكن يتخبى ورا الشجر يكون له صعوبه، نوعيه الحشره واسلوبها، المكان، يعني الإضاءة، هل الإضاءة مناسبة أم لا، يعني أشياء كثيرة يعني. طيب رياض حصلت على العديد من الجوائز، كلمنا عنها. والله حصلت على كثير من الجوائز لله الحمد، ومن ضمن يعني أشهرها مسابقة روسية تسمى 35 وورد سنوية، تقام سنويا وهي عالمية مشهورة، تقريبا شاركوا فيها ما يقارب 117 ألف مشارك، يعني تقريبا 172 دولة، ولله الحمد حصلت بعض الأعمال، ثلاث أعمال من أفضل 100 صورة على مستوى العالم، أفضل 100 صورة، ودخل اسمي في أفضل 100 مصور على مستوى العالم. ما شاء الله. ولله الحمد وصنفت في أفضل 10 مصورين في السعودية نفس المسابقة. وبعض الألقاب حصلت على بعض الألقاب، طبعا الألقاب هذه لها شروط، كل لقب له شروط. على عدد محدد من القبولات، عدد محدد من الجوائز، كل لقب ومنظمة لها شروطها الخاصة فيها. طيب احكي لنا أكثر عن الذباب السارق، والله الاسم مختلف ويخليك أنت تسأل ويجيك الفضول أن أنت تعرف عنه أكثر، إيش قصة هذه الصورة اللي انتشرت في المجلات؟ هذه الذبابة طبعاً صورتها تقريباً بعد المغرب مع الغروب، طبعا دائما بعد الفجر وبعد مع المغرب يكون في نوع من الافتراس. طبعا هذا الذبابه في منه انواع كثير، بعضها يكون كثيف الشعر مغطى بالشعر، طبعا نظامه في الافتراس انه يجد امامه زي الخرطوم، مثل الخرطوم يغرسها في داخل الفريسه ويمتص السوائل، هذا النظام الحشره، طبعا صغيره جدا جدا، اكبر من الذباب بشوي حجمها. طيب رياض ايش نصيحتك للمصورين اللي حابين انهم يتخصصوا في هذا المجال، يعني خصوصا انه التصوير بعدسة المايكرو يمكن ما هو سهل،
اكيد صعب وهذا الشيء يعني ما بنشوفه كثير، فايش نصيحتك للشباب اللي حابين انهم يدخلوا هذا المجال؟ اول شيء، هل انت دخلت هذا الشيء من رغبه، من شرف او من تجربه؟ ثاني شيء اهم شيء التغذيه البصريه المستمره، هذه من الاشياء الضروريه تفتح عقلك، تقدر يعني يعطيك مجالات كثيره. الصبر ثم الصبر، لان نوعا ما متعب، يعني سواء تروح عن طريق الاوديه، عن طريق المزارع، في الصباح، في الشمس، في فحبه حبه الواحد يجتهد شويه وتغذى بصريا، يجتهد وعاد كل شيء يجي حبه حبه، مو الواحد يعني يتطور في يوم وليله. طب رياض، جاني فضول الان، يعني وانا بتفرج على الحشرات ومستمتعه في اشكالها الغريبه، هل كل هذه الحشرات بتصورها داخل المملكه او بتتعنى وبتسافر الى مناطق ثانيه عشان تصورهم؟ جميع الحشرات اللي صورتها داخل جميع، وكلها الاكثريه تقريبا 90% في نفس المكان اللي انا ساكن فيه، يعني كلها داخليه، وباقي اكثر واكثر ما نشوف. ممكن حتى في البيت، في المنازل عندكم، ممكن لو تركز شويه تلقى اشياء ما تشوفها بعينك، اشياء صغيره، ولكن مع التصوير يظهر حجمها الكبير وتشوفه بشكل ثاني، يعني تستغرب ان تقول هذه هي اللي عايشه بيننا وحوالينا. طبعا اكيد دائما يعني نظره المصور بتكون مختلفه للاشياء. رياض حمزي، شكرا لك، سعيدين بتواجدك معنا، ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا لك. شكرا لك ريم. مشاهدينا تفضل، يعني قبل ما تطلع على فاصل جاني سؤال، يعني دحين لما ترجع البيت وبتلاقي حشره حتصوريها بجوالك؟ صراحه لا، انا خوافه يعني، ولا اني صراحه على هذه الموهبه. يعني انا بصراحه انا قاعده بتفرج على الحشرات يا ريم، كيف جمالها، سبحان الله، والله في خلقه يشؤون، كيف جمالها، كيف الوانها، احنا بنخاف منها وبنصرخ، ممكن احنا لو تمعنا فيها، لو شفناها ممكن احنا بنشوفها بنظره. تتوقعي؟ اكيد فعلا، يعني الاشياء يمكن دائما زي ما قلت روان، يعني دائما